بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نقيب المهنة التمثيلية المخرج بابا مين. في هذه اللحظة أنا سعيد جدا أشكر قناة هولباك تي في على حضورها معنا وتغطيتها الرائعة اللي عدت لافتتاح مقر نقابة المهنة التمثيلية للسنديكا. هذه النقابة اللي تضم كل الفنانين الموريتانيين الممثلين والكتاب وصناع الديكور وصناع السينغرافيا والممثلين والممثلات اللي تضمها بكل اللغات الوطنية وبكل ألوانها الوطنية من بولار سنونك وولف والحسانية. هذه النقابة اللي نرجو على أنها تكون مظلة نجتمع تحتها كاملين ونتوحدوا ونصنعوا فرجة الموريتاني ونكونوا لها شيء من العمل بتعود موريتاني كاملة فرحانة به ويساعد في شيء قالوا وحدتها وفي شيء قالوا معالجة كل أمراضها. إذا تحية لكم وتحية لكل الزملاء في النقابة وأخص المخرج الرائع والفنان اللي أنا بالنسبة لي يعتبر مثال حي همت لي هذا الفنان الرائع اللي زميلي اللي تعرفت عليه منه 10 سنوات وعرفته لا يكل ولا يمل من دعم الثقافة ودعم الفنون. إذا تحية لكم خلال سنة إن شاء الله لهنا قعدوا إحنا كفنانين موريتانيين ونتبارك ونعلوا عن انتخابات لتشكيل مكتب جديد إن شاء الله يضم كل الناس الشباب. نفتحوا لكم انتوما نفتحوا للجميع شباب موريتاني من كل اللغات الوطنية على أنه يدخل للمكتب وعلى أنه يرفع النقابة ويمشي بها لقدام.